في كل عام يبرز بعد آخر في انتصار تموز كمحطة مفصلية في تاريخ لبنان والمنطقة، فمسار أزمات اليوم بكل تبعاتها من صمود ومقاومة رسمتها ذكرى الأمس. سوريا التي فتحت منذ 13 عاماً حدودها لسلاح المقاومة وقلبها مأواً لكثير من اللبنانيين، ما كانت لتصمد وتدحر الإرهابيين لولا الدرس الذي لقنته المقاومة لإسرائيل في تموز 2006. ومشاركة حزب الله في الحرب في سوريا ليست تفصيلاً في هذا الإطار، حيث وضع كل خبرته القتالية مساهماً في قلب موازين القوى لصالح الدولة السورية. انتصار تموز على إسرائيل بوصفها الإرهاب الأول في العالم ألهم العراقيين في انتصارهم على داعش وأخواته، وأسس لصمود اليمنيين في وجه العاصفة السعودية التي لا تعرف كيف تنتهي برغم مرور 5 سنوات على اندلاعها. التحالف العسكري الذي أنشأته الرياض تفكك أو يوشك على الانفراط، وصمود اليمنيين على حاله بل إلى ازدياد وإيمان بالنصر. هذا الإيمان الذي تسلحت به إيران أمام العقوبات والحصار واحترافها الصبر والدبلوماسية في المفاوضات الطويلة التي توجت بالاتفاق النووي، وإن كان دونالد ترامب قد انسحب منه لاحقا وتسبب جراء ذلك بكل التداعيات السلبية في مياه الخليج على وجه التحديد. الانتصار على إسرائيل عام 2006 أدى إلى انكسار تل أبيب مرتين أمام غزة في عامي 2009 و2014. انكسرت إسرائيل أمام الفلسطينيين وأمام لبنان، فشكل الانتصار بوابة استقرار للداخل اللبناني، حيث لم تجرؤ إسرائيل منذ 2006 على الإقدام على أي فعل استفزازي للمقاومة. وكما في الداخل كذلك في الإقليم، حيث أثبت الانتصار أنه بوابة صمود المنطقة، بوابة ساهمت في إضعاف الأحادية الأمريكية لصالح انبلاج فجر المحاور.